الخسارة المرة. اللقاءات اللي داروا في 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 في, في البريباراسيون هذاك هو اللي وصلهم لهذا الشيء هذا. كوك داروا دي ماتش اميكال كونتر دي زيكيب دي فري زيكيب كانوا يكونوا احسن من هذا الشيء. مثل المنتخبات العربية الأخرى إيزون جوي كونتر دي دي, دي زيكيب دي, دي, دي فري زيكيب هادو لعبوا مع دي دي, دي وحدين ما كاينش الكرة ما كانش لا من إيران ولا من المغرب حتى واحد ما لعب كرة. إيران ما لعبوش والمغرب ما لعبوش كانت بحال لاعبين الماتش النهائي هذا ماتش كاليفيكاسيون الكرة لعب ماشي يجي ما شفناش ماتش ديال الكرة من الطرفين ما شفناش كرة ما كاينش كرة والو زيرو لا الايران ولا المغرب مادام خسرنا حشومة حنا في كوب دي موند يعني كوب دي موند حنا جايين باش نشوفوا كون خسروا وشفنا كرة مش مشكل ولكن هنا ما كانش كرة لا ايران ولا المغرب حتى واحد فيهم ما لعب المغرب لعبوا ربع ساعة الخمس 15 دقيقة الأولى من بعد شفنا منتخب اللي ما كنعرفوش حيت المنتخب ديالنا اللي شفناه في الكاليفيكاسيون المنتخب اللي شفناه في الكاليفيكاسيون المنتخب اللي شفناه في الكاليفيكاسيون كونتر كوت ديفوار كونتر مالي وكونتر ماشي هو هذا منتخب مجهول ما كنعرفوش لا دفاع لا هجوم ما كنعرفوش المنتخب هذا هذا ماشي المنتخب ديالنا صراحه حنا اليوم حنا اليوم تفاجئنا هنا انا من الناس اللي ساكنين في روسيا في فيسبوك انا متفاجئ بالمنتخب لو كنت كنفسر به اليوم ما كنتش سامحني سامحني في المغرب حنا جينا باش نساندوا المنتخب المغربي ما كتبش ما كاينش مشكل شكرا نتمنى التوفيق من مباراه شكرا 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 رغم المرار بالطبع الجماهير دائما تساند المنتخب المغربي ولكن بالطبع هناك شتان ما بين التصفيات والنهائيات كأس العالم تلعب في النهائيات على مستوى عال وبالطبع اليوم نشاط